يأتي تنظيم حلقة عمل التميز في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية بهدف تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية في إعداد دليل الخدمات الإلكترونية وتصنيفها، بالإضافة إلى إيجاد آليات وسبل التحسين المستمر من خلال توظيف تقنيات الناشئة كتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. تأتي هذه الندوة اتباعا لمتابعة قرارات مجلس الوزراء الموقر في توجيه المؤسسات الحكومية في إعداد دليل للخدمات الإلكترونية وتصنيفها بهدف نشرها للمواطنين والفئات المستفيدة بما فيهم المواطنين وكذلك رجال الأعمال. تستهدف الندوة رؤساء فرق التحول في المؤسسات الحكومية والمتخصصين في المؤسسات في قطاع تحسين وتحليل الأعمال وإعادة هندسة الإجراءات.